لو طلبت منك أن تسمي شخصا ظلمك في عفوا ظلمك في الحياة بكل جرأة، تقول له أنت ظلمتني بالحياة. يعني هم اللي ظلمونا كثار، المزبوط، يعني مش أكثر واحد بتحس أنه ظلمك هيك؟ مدير المخابرات الأسبق الذهبي، محمد الذهبي. بشو ظلمك؟ يعني أنا كان في انتخابات نيابية، وأنا نزلت الانتخابات النيابية، وكانت لم تكن هذه الانتخابات لم تدار بشكل جيد. ويعني هني دائما بيقولوا حجة الشخص اللي ما بينجح انه بيحمل جهاز المخابرات صحيح او الاجهزة الامنية الاسباب. صحيح، بس ولكن كيف تأكدت انه ظلمك؟ تأكدت يا سيدي. يعني اولا انا كان يعني احد الوزراء اللي كان قيمين عليه، توفي رحمة الله، اسمه خالد سمار الزعبي، امام 10 من الاشخاص اجى يهنيني، وانا بقول لهم جايتني، قال لي انت نجحت؟ قلت له لا ما نجحت. فاستغرب، قال لي احنا سكرنا وانت كنت الاول فيها. ايضا اتصلوا في من مكتب وزير الداخلية انذاك، وحكوا معي بعض الاجهزة الامنية، وحتى فيما بعد اللي على الكمبيوتر حكوا لي كله، والمصور اللي صور، يعني القصة كاملة. لكن اهم من هذا الحكي كله ان وزير رئيس الوزراء الاسبق انذاك، اول شيء الله يشفي دولة الدكتور معروف البخيت، اعترف في الصحافة ان الانتخابات لم تكن شريفة.